وسهلا. دكتور مين حضرتك، تعرفنا بنفسك؟ انا دكتور مجدي مصطفى، استاذ جراحة القلب في جامعة عين شمس، والرئيس الأسبق للجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، والرئيس الحالي للرابطة العربية لجراحة القلب والصدر. دكتور، كنا عارفين ان حضرتك عندك 2 سيشنز النهاردة، فممكن حضرتك تكلمنا عنهم؟ يعني الجلسة الأولانية كانت أساسا على الجراحات المتقدمة الجديدة في يعني العالم كله بيتجه دلوقتي الى التبسيط والتصغير في كل حاجة. الحاجات اللي زمان كانت كاميرا الفيديو ديت كان حاجة ضخمة، وبعد كده النهاردة بقت حاجة صغيرة جدا، ديجيتالايزد حتى بمواصفات فنية عالية. نفس القصة في الجراحة، فتحات كبيرة قوي، والمريض بيبقى زهقان من الفتحات والمضاعفات اللي ممكن تنشأ من فبالتالي بقى في جراحات متناهية الصغر في الجلد، بحيث ان هو بقى في مداخل كل عملية لها مدخل صغير، لغاية ما توصلنا الى حد المناظير الجراحية، بحيث ان انا ممكن ان انا اعمل عملية معقدة كبيرة بعمل فيها شرايين تاجية وبعمل فيها تغيير صمامات بفتحات صغيرة لا تتعدى 2 سنتي في اكتر من اتجاه، فبالتالي ده بيخلي المنظر الجمالي للمريض. وبعد العملية ما فيش الالم بتاع الجرح الكبير، ما فيه يعني، والاستجابة احسن، نزيف اقل، والجراحات ديت فعلا العالم كله دلوقتي بيتسابق مين يصغر عن التاني، فبالتالي بقينا فعلا احنا بنجري وراء تكنيكس. بس طبعا كل المشكلة ان كل تكنيك ليه عيب، والعيب اللي عندنا اساسا مش عيب فني انما عيب مادي، لان كل حاجة من دول بقت ديماندينج، بقت عايزة مصاريف كتير، فبتكلف تكلفة اعلى. فعلشان بس مش اي مريض يجري ويقولك لا انا عايز الجراحة الصغيرة ديت، لا، لو عايز ادفع. انما فعليا احنا بنوفر للمريض بتاع وزارة الصحة، للمريض بتاع التأمين الصحي، الجراحة التقليدية، وان الكفاءة بتاعتها 100%، ما عندناش اي مشاكل فيها. انما اي حد عايز ان هو الجراحات اللي هي المتخصصة الدقيقة الصغيرة اللي ما تسيبش اي اثار، او يعني كوزمولوجيكالي شكلها حلو، يبقى في الحالة دي طبعا هو مضطر ان هو يتحمل تكلفتها. السيشن كلها كانت على مختلف التقنيات لهذا الموضوع، ازاي ان هو نتعامل مع هذه الامور. اما السيشن التانية فكانت عن جراحات تمزق واصلاح الصمام الاورطي وتمزقات الشريان الاورطي. واحنا طبعا احنا عارفين ان هو دلوقتي احنا في العصر الحديث بتاعنا، بعصر التوترات والارتفاع الضغط، تلاقي نفسك مستفزة بسبب الاسعار، بسبب منتخب نتائج المنتخب الكورة، بسبب حاجات كتير او ترفع الضغط، فبالتالي ارتفاع الضغط ده ممكن يؤدي الى تمزق في الشريان الاورطي. في تمزقات حادة لازم تتعامل معها فورا، وفي تمزقات المريض يمكن يعديها ما يحسش بيها بشكل جامد، انما بتيجي للعلاج بعد فترة، اللي هي بتبقى تمزقات مزمنة، ليها تعامل والتانية ليها تعامل، وكل واحدة منهم ليهم اسلوبهم في التعاملات. والنهاردة كان الكلام كله على مختلف الطرق اللي نتعامل بيها. كمان كان من ضمنها ازاي احنا نتدخل بالاساطر لانواع معينه من تمزقات الشريان الاورطي، ونركب طعامات نسيجيه بحيث ان هي تتلافى المشاكل بتاع تمزق الشريان الاورطي في البطن. برضو من ضمن الحاجات اللي هو التيفار، اللي هو او التافي، ان هو تغيير الصمام الاورطي بالقسطره. فيعني النهارده بقى
الحداثة يعني تقتضي مننا ان احنا نواكب العالم، واحنا الحمد لله مواكبين وعندنا شغل، عندنا نتائج طالعة من مراكز مصرية فيها جميع انواع الابحاث اللي هي بتواكب كل ما يحدث في العالم لكل هذه التكنولوجيات المعقدة والمكلفة، انما موجودة وبتمارس ولينا نتائج محترمة تقارب النتائج في المراكز الاجنبية. الحمد لله، ميرسي جدا يا دكتور، وكنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا في قاعدة العالم.